الله يا جو الله امتعتنا صراحه حلوه قوي بتاعت فان كوخ دي. اولا فان جوخ مش فان كوخ، ثانيا فان جوخ ده رسام. اسفني كده. طيب ركزوا معايا. اوكي، ليلتها عايزاكي ما تناميش خالص، هتراقبي شريف طول الليل. اوكي. هتحطي على وشك وعلى هدومه دم غزال، بس تعمليها بطريقه صايعه. اول ما شريف يبتدي يفوق هترمي نفسك في الصاله اكنك بتطلعي في الروح، عايزاه يفتكر ان هو اللي قتلك. ماشي. طيب ما تقدروا انه شريف يكلم حد من اصحابه، حد من اهله، او حتى يبلغ الاسعاف مثلا. اول ما الحبايه تشتغل يوسف هيدخل ياخد التليفونات عشان ما لقيش وسيله يتصل منها. صح. اوكي. طب افرضي بقى انه فكر يوديني المستشفى، هتصرف ازاي ساعتها؟ وارد جدا يفكر كده، وساعتها هيجي دورك يا جمال. امر. لما الشريف ينام هتدخلي جمال الشقه يستخبى في اوضه من الاوض. وانت هتكون بتراقب جوه من خلال كاميرا المراقبه. لو فكر يشيلها ياخدها المستشفى هتدخل تضربه على دماغه، وانت كده هتهربي وتختفي من حياته خالص. تبقى الخطه فشلت بالطريقه دي. لا ان شاء الله كل حاجه هتتم تمام. مش بالظبط. هو انا براهن ان الشريف هيفكر في نفسه. واحده ميته في شقتها وما تهموش في حاجه، اكيد هيسيبها ويخلع. بس خد بالك يا جمال، شريف ده جثه، لو قفشك تلاقيش على اخوكي ولا جثه ولا 50 جثه حتى. لا جامد يعني.